ماما بتبتسم وانت مكشره ليه بتبتسمي؟ داخلين على الهوا يعني المفروض فاهمه في فرحه كده فرحه عيد فرحه. ايوه ايوه حبايب قلب مامي والله. نعرف نعرف بقى دارين علاء نورانا النهارده، يارا عيد يس ويارا حاتم صح كده؟ انا قلت صح عشان نورنا النهارده والله يا بنات. البراند بتاعنا اسمه سيبيا صح؟ اس اي بي اي اي يعني ايه سيبيا؟ اوكي هي فكره البراند اصلا بتاعتنا الموضوع كله بدا ان احنا خريجين فنون جميله احنا خمسه في اتنين تانيين مش معانا دلوقتي هم دارين وهم منار ودينا احنا اصلا خريجين فنون جميله قسم ديكور سينما ومسرح. كان الموضوع بدا بان احنا كان عندنا مشروع في الكليه ان احنا نعمل برودكت مستوحى من حضاره من الحضارات منتج فنزلنا اشترينا الماتيريالز مع بعض وكده وبعد كده يعني لقينا الموضوع حلو جدا ونفذنا حاجات خامات لان احنا ننفذ بيها شنط واكسسوارز وحاجات كده فكل واحد طلع منتج حلو جدا فقلنا طب احنا ليه ما نعملش حاجه لينا وكده فقررنا ان احنا نعمل سيبيا جولري. احنا بنعمل حلي مستوحى من الحضاره المصريه القديمه بس معموله بطريقه معاصره شويه. حلاوتكم كل بيس عندنا بيبقى ليها قصه ومعنى يعني لما حبينا الناس نعرف الناس اكتر عن الحضاره بتاعتها ونعرفهم يعني اي حاجه بيبقوا لابسينها هي معناها ايه فبنديهم ورقه بردي هي موجوده هنا كده بتشرح معنى البيس. الورق اللي هناك ده انا سالت عليه قالوا لي مش عارفين ده تقريبا ورق قديم هم حاطينه بالغلط فقلت لهم طب سيبوه اهي الورق هي على الشاشه ده ورق يعني كل قطعه بقصه والقصه بورق بردي يعني انت بتديها الورقه في ايديها اليمين والحته بايديها الشمال تقول لها خد يا بنتي وكرمشيلها الورقه كده تقول لها بصي دي قصتك. الناس كانت فاكره ان الحاجات المصريه يعني مكانها بس في الكتب بقى وفي المتاحف بس ما ينفعش يلبسوها يعني عادي في حياتهم اليوميه. حلوه قوي الفكره. طب دلوقتي الكاميرا يا استاذه واحنا بنتكلم عامله كده بصي بتصور الحاجات كان احنا ايه في فيلم طبعا يعني تصوير ما شاء الله الله اكبر حبايبي حبايبي زمايلي حبايبي يعني بيصوروا تصوير ايه اداء فيلم ممكن تقولي مثلا اهي دي قصتها ايه؟ دي العنخ. ما هذا اصلا؟ العنخ ده اللي هو مفتاح الحياه. ايوه دي ايه دي سلسله ولا سلسله كل دي سلسله؟ تكوين ما شاء الله تكوين الفنان. ايوه ده قصتها ايه بقى؟ ده مفتاح الحياه اللي هي الصغيره وفي رموز ثانيه في المستطيل اللي فوق ده مع بعض كده هي حروف هيروغليفيه هو العنخ بيونير الطريق بمساعده ثلاث رموز واس ونفر وديجيت القوه والسعاده والاستقرار فكل برضو بيس بيبقى معاها الحدوته كل ده في السلسله في الحدوته كل ده يعني دلوقتي يا منى لو انا عايزه اعمل اوردر مثلا من سيبيا بكلمك اقول لك شخصيتي ولا بكلمك اقول لك البيس اللي انا القطعه اللي انا عايزاها ولا بكلمك اقول لك انا عايزه البس حاجه فيها قوه وسعاده وشغف احنا يعني الناس يعني بيطلبوا مننا بالطريقتين لو انت مثلا عايزه تجيبي هديه لحد يا اما بمعنى معين زي مثلا الحمايه والصحه فبتختاري مثلا عين حورس. عين حورس هي تميمه حلوه للحمايه والصحه. الجعران مثلا تميمه للحظ انت كده بتتمني له الحظ السعيد. والله الحياه ده بدايه وامل جديد. طب ايه نسال بقى الموز زينا ما اتكلمتش بقى خالص حبيبتي دلوقتي انا حضرتك لو انا عايزه تصميم معين ليه حكايه بس التصميم او الحكايه دي مش في سيبيا بتعمله كاستمايز بتعملي لي حاجه مخصوص ليا لحاجه انا عايزاها ولا هو الكولكشن او المجموعه بتاعتنا بقصصنا بحكاوينا بالحاجات؟ احنا لا مش بنعمل حاجه كاستمايزد مخصوص لحد لان احنا كل فتره بنزود حاجه على الكولكشن بتاعتنا. احنا بنعمل بحث عن القصص اللي احنا عايزين الناس تعرفها او حاجه يفعني كلها معاني لطيفه تعرف الناس تهادي بيها بعض وبعد كده بنبدا نبسطها في جملتين كده وفي تصميم بسيط ونبدا ننفذها. بس لو حد عايز قصه معينه بيلاقيها في وسط الكولكشن. انا عاجبني الموضوع بشكل يعني وسيبيا يعني ايه؟ هي سيبيا احنا اخترناها احنا خارجين فنون جميله فهي سيبيا درجه لون بني. الفكره كلها ان فنان ليوناردو دافنشي هو من فنانين عصر النهضه كان من الناس اللي احيوا الفن في الوقت دوت ومعظم سكتشاته ولوحه كان فيها اللون ده كتير فاحنا اخترنا نفس اللون دوت بالاسم ده عشان نحيي التراث بتاعنا دلوقتي.
شوف ازاي البراند بتاعتنا حاجه كمان الاستيكيا ده فلتر كده في الفوتوشوب بيدي تاتش قديم كده للحاجه شويه. طيب ايه اغرب قصه في سيبيا؟ ايه اغرب قطعه في سيبيا؟ ايه القصه الغريبه يعني؟ إيه انتوا نمتوا ولا ايه؟ لا يعني لا 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 صح يعني صح كده انا على الهوا غريبه. لا لا سمحتوا. لا هو في مثلا عادي جناح حورس وعين حورس وفي اللوتس زهره اللوتس. لا يعني ايه القطعه اللي قصتها غريبه كتاريخها او ايه القطعه اللي بتدي قوه؟ هي عين حورس هي معروف عين حورس. عنها ان هي برضو جناح حورس ان هو كان الجنود وهم يعني في الحرب زمان كانوا يلبسوا زي درع كده على شكل الجناح ان هو ده بيبقى هم في حمايه الاله حورس اللي هو في العشاشه ده. شوف 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 المخرج مع المصور لما يعملوا دويتو مع الضيوف. لا يا جماعه برافو 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 حقيقه يعني. ها كملي. هو ده. طيب احنا عندنا اكتر حاجات على فضي ولا حاجات على ذهبي ولا ايه اللي بيحصل؟ هو احنا كل حاجتنا نحاس مطليه ذهب. خطير على الشاشه ده. خطير. دي عين حورس. دي عين حورس؟ ده خطير. بس بطريقه مودرن شويه مش بالقديم مش بالستايل القديم. الموتيفه القديمه اللي في المتاحف وفي الكتب. طيب كملي. نحاس مطلي ذهب او بلاتين اللي هو ذهب ابيض. ده مش مطلي سيلفر. طيب انا النهارده ست محجبه وانتوا الحلقان عندكم كاتشي قوي بتاخد العين فانا مش هقدر البس النهارده حلقه. انا زي كده مثلا رابط الحجاب خالص فمفيش الحلق ملغي. ايه الحاجه اللي ممكن تبين للحجاب او تبقى مختلفه في الحاجات اللي عندكم؟ هو احنا نفس التصميمات بيكون في منها سلسله يعني نفس ديزاين حلق عين حورس ده موجود منه سلسله طويله يعني. حلو. هتلاقي كل حاجه عامه بتلاقيها ستس على بعض او مجموعه على بعض الحلق مع السلسله مع خاتم مع اسوره بالظبط. فاللي بيحب حاجه هيلاقي الشكل التصميم والموتيف اللي عجباه موجوده في حاجه يحب يلبسها. ايه اكتر الحاجات من سيبيا اللي انا ممكن البسها وتغير شكل الطقم عندي او القطعه الفيفوريت المحببه اليكم او البست سيلر الاكثر مبيعا؟ عين حورس. عين حورس برضو اللي انا قلتها عليها كتير. لو بتسالي على بيس معينه يبقى الكافس اكيد الاساور الكبيره دي اللي هي فين اللي هي قدامك دي اللي هي الجناح واللي هي اللوتس الكبيره خالص. دول اكثر مبيعا ولا دول؟ لا دول اللي هم ستيتمنت قوي بيبينوا يعني بيغيروا قطعه باينه تغير شكل الطقم بالظبط. طيب والاكثر مبيعا في سيبيا؟ الاساور اللي هي بالنسبه لها عين حورس اللي هي على الطرف هنا والسلسله اللي هي الثري لايرز مع بعض دي. والاحلى بالنسبه لكم الافضل بالنسبه لكم ك ك كمصممين للقطعه دي؟ الاساور بنحبها اكتر. صار على الشاشه احنا بنشوف ولادهم على الشاشه هم يعني ربنا يخلي ما شاء الله. بصوا يا جماعه حلاوه الحاجات في سيبيا. انا بصوا 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 ال 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 لا انا شاريه بيه. لا لا يعني انا خلاص يعني شوفوا اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك. انا خاطبه بنتي الواحد عندكم في الكولكشن لانه حاجه خطيره. بصوا يا جماعه لا برافو برافو ده تاج. الاسوره لا دي الاسوره اللي هي بتاعه السلسله اللي هي فيها مستطيلات كتير اللي كانت في الاول اللي هي مفتاح الحياه دي برضو نفس خطير الرمز. خطير خطير. لا بصوا الحلاوه انا لما اتفرجت على الصور بتاعتكم على الانستجرام احنا بنقعد نعد الحلقات فبنشوف بقى مين عامل براندز ايه ومش عارفه ايه وبتاع وكده. واحنا بنبص كده على البيجز او الصفحات على الانستجرام فجيتوا يا نهار حلاوه. بس هل يا جماعه الناس بتلبس الحاجات الفرعونيه دي عادي؟ رجعت تلبس الحاجات الفرعونيه عادي؟ فهل الناس رجعت تلبس الحاجات الفرعونيه عادي؟ جدا. احنا في الاول فعلا اول ما بدانا كنا خايفين الناس تحس الحاجات دي مش قديمه مش هموضه. دلوقتي بقى بالعكس بقى الناس تجيلنا مره واتنين ويجوا يتكلموا انا جبت من عندكم خاتم اللوتس وجبت من عندكم اسوره عين حورس يعني بدأوا حتى يقولوا الحاجات بالمسميات اللي احنا بنقولها. برافو. مين فيكم اللي بتصمم؟
لا احنا خمسة. الخمسة خمسة فين العدد؟ ما شاء الله ما شاء الله. طب مين اللي المفروض في الاخر مسؤولة عن التصميم؟ هو التصميم بالذات الحاجه اللي احنا الخمسه بنعملها، لان بالزبط. احنا الخمسه ده شغل، ده دراستنا، وبنقعد مع بعض ونتفق الديزاين ده يتنفذ. طب مين بيسوق في سيبيا؟ هو بقى كل الموضوع واحد متشعب قوي. كل واحد بقى ماسك بارت او جزء كده في البراند كلها. طب مين مسؤول عن ايه في سيبيا؟ معايا مثلا كفكره مثلا التسويق، مثلا انا بصور اديتنج الصور مثلا هي بتعمله منار ودينا اللي مش معانا دلوقتي، هم بمسكين ماركتنج اكتر والسوشيال ميديا على الفيسبوك والانستغرام، فاحنا كل واحد فينا بيعمل جزء يعني من الموضوع. طب السؤال الاخير، لو انا هقول انه الحاجات بتاعه سيبيا تنفع من الى في الاعمار، من سن كام اقدر البس من عند سيبيا لحد سن كام؟ هو في الغالب من اول مثلا 25، يعني هو في سن الجامعه شويه 25، لحد في ناس بتطلب مننا عندها 50 او 60 سنه. لكن الحاجات دي ما اقدرش البسها في الجامعه. لا في الجامعه عادي، يعني في الجامعه سيمبل جدا ممكن تتلبس بسيطه. طيب هل احنا لو في مثلا شكل سلسله بتاعتك عندك في سيبيا لكن قصيره وانا عايزاكي تطوليها، هل بنعمل ده؟ طبعا المقاس ده ادجستبل اصلا، ده هم اللي بنعرف هم اللي بينقوا المقاس. نورتونا النهارده، ميرسي وميرسي يا بنات قوي 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 قوي، وبرافو سيبيا حقيقه. وطبعا نظرا النهارده الحلقه فوق بعض، يعني الوقت خلاص هيفرقع مننا، فاحنا هنحط الهدايا بتاعت سيبيا حالا حالا على صفحتنا هي وبس اللي على الفيسبوك، 6 هدايا. نورتونا وانا فخورة بيكم، وتحياتي للبنوتين اللي ما شرفوناش النهاردة. انتوا عاملين حاجة حلوة قوي، خامات حلوة، تقفيل حلو، حاجة محترمة، وفكرة يعني قطع مع ورق بردي وقصة وحكاية ورواية وبتاع، وانا لابساها هحس ان انا يعني مختلفة. تحسي مختلفة اللي هو انا لابسة حاجة عندها قصة، فانا يعني انا ماسكة في نفسي، يعني الموضوع مش عادي. فبرافو وكملوا ان شاء الله، تعملوا كولكشن والتاني والتالت والرابع، وتيجوا تاني ان شاء الله لو ربنا كتبوا لينا العمر، وتنورونا هنا. مشاهداتي العزيزات، بالكتاف اللي انا عاملاها دي تعالوا نتصير الى فاصل ونرجع لكم من هنا وبس.